قناتكم قناة الملكة والأمير. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وهدنا كما بنا، أعطينا اليوم واخبر لنا ذنوبنا كما كنا نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبد آمين. البابا يخرج عن صمته، وكيف يخرج عن صمته وهو لم يحدث شيئا مما قال؟ يقول الكرسي البابوي وان البابا المجمع المقدس سحب الثقه منه. يا حبيب قلبي، يا ذكي، يا اذكى اخواتك، اولا البابا تم مش انتخابه، تم اختياره بالقرعه الهيكليه بالروح القدس. الله اللي اختاره، ولا يستطيع احد ان يسحب الثقه منه الا بعد ان يحتو. فازاي المجمع المقدس، ان كان في ناس غواء ومن داخل المسيحيين او من جوه المسيحيين، لكن دول مسيحيين مش متربيين جوه الكنيسه، دول خارج الكنيسه، ناس فاكره انها تقدر تعمل. انا معاك ان البابا ده في بعض السلبيات بتحصل لي، بس البابا ده شخص انسان. ان كان البابا بيتدخل في الامور السياسيه، وإن كان بيتكلم عن موضوع الكهرباء، وبعديها حصل موضوع المسك الكهربائي في بضعة اعتصام رابعة وكل الكلام دوت، لكن ثق تماما إن البابا بيحاول يعمل كل ما هو في وسعه من أجل الحفاظ على الإخوة المسيحيين اللي هو أنا منهم. المسيحيين صوابعك مش زي بعضيها، كل إنسان بيختلف من الآخر، كل إنسان إيه بيختلف من الآخر، كل إنسان ليه تفكير معين. الإنسان اللي قريب من ربنا ثق تماما انت تطيع ربنا ونفذ كلامه، ومالكش دعوة باللي بيتم وباللي حواليك. الشمعة على الأقل الشمعة بتعمل ايه؟ الشمعة بتنور للغير وبتحترق من أجل الآخرين. خليك شمعة مضيئة عشان تبقى انت منور قدام ربنا، مالكش دعوة بقى البابا بيعمل ايه، البابا قال صح، البابا قال غلط. البابا إنسان بشر وبيعمل كل اللي يقدر عليه، وحاجات دبلوماسية، وبيسافر وبيروح وبيعمل كل ده، بيحاول ان هو يحافظ على ولاده كمسيحيين. اما كل اللي بيجي يقعد يفتي ويقول لك اصل البابا، بكاء البابا سحب الثقة منه عن الكرسي البابوي، بكاء البابا سحب الثقة منه من المجمع المقدس، كل الكلام ده كلام اهوج وكلام مش تمام. كمان بافتراضا انا اتكلمت بموضوع القمص زكريا بطرس، وما زال يبحث وما زال يجادل، وانا حاولت ان اتفرج له على فيديو امبارح ان هو بيحاول يعمل تفتيش او بحث للاديان الاخرى، ولكن عايز اقول له يا أنت والله رجل دين، ولكن كل الأمور دي ممكن تسبب فتنة طائفية. أنا في حد مجرد ما يجي زي ما الأخ الشيخ مبروك عطية وقال لك المسيح هو المريخ، كلنا حزننا وكلنا زعلنا وكلنا اتضايقنا، وعبد الله رشدي وكل الناس، كل من بيقرب من ناحية المسيح بنستاء وبنزعل. ومجرد ما حد بيعمل صورة ساخرة للسيد المسيح بنتضايق وبنزعل كل الكلام دوت. فانت يعني قدسك برضو بتحاول انك تهين الاديان الاخرى وتحاول ان تشوه الدين الاخر. السيد المسيح لما قال جئت لاكمل لا لانقد، ان كنت حتى حضرتك بتجيب بعض الشيء من الصح بدون ما انا اجرح في الاخر. المسيح او المسيحيين كانوا بيعرفوهم من ادبهم ومن اخلاقهم ومن امانتهم ومن دينيتهم وكل الكلام دوت، وكان في محبة قوية جدا 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 بين المسيحيين وبين بعضهم. لكن حصل في برود، وحصل في عدم وجود محبة، ونتيجة السوشيال ميديا، ونتيجة عدم وجود صلة الرحم القوية، ونتيجة ابتعاد الإنسان عن الكنيسة، ونتيجة ان حصل جهل ثقافي، ما بقاش فيه اي علم ولا فيه اي حاجة من الكلام دوت. لكن كل اللي انا عايز اقوله إني أنا مجريش ورا على كل واحد بيقول حاجة، حتى إن كانت بعض الأشياء دي فيها شيء من الصح
انا ما اقدرش اجرح باخويا. يعني انا بص كده، ان انت قاعد في البيت مع اخوك وتيجي تقول له ايه، يا ده انت لابس البيجامه، ايه ضريرها كلها مقطعه، ايه ده، ايه البيجامه الخرا دي، ايه دماغك المشوهه دي، ايه يا عم، مين اللي حلق لك الحلقه المعفنه دي، ايه يا عم ده انت، ايه ده، وانت مش عامل كمان ضفرك طويله ليه كده، ياه ده انت شنبك يا ابوي، شنبك يقرف وعمال اذم فيه اذم فيه. طبيعي عمره ما يحبني، هيحبني ازاي؟ ما انا لو جيت قلت له بص انا عمور ازاي، بص انا حلو ازاي، بص انا عينيا خضرا ازاي. طب يا سيدي، هو لو شافك ان انت ماشي في امانه وقاعد في حالك وبتحاول انك تساعده، اساعده ازاي بقى؟ انا اساعده بالمحبه، حد محتاج فلوس اديله، حد محتاج محبه اديله، حد محتاج، انا مش هاجي اعظم من ربنا. الله ارسل تلاميذه وقعدوا يبشروا لدرجه انهم اتصلبوا واتهلكوا واتف عليهم واتهانوا وكل الكلام دوت، وفي الاخر اجي اقول اصل انا صح؟ عمر ما كان الكلام ده صح. حتى ان كان قدسك بتقول ان في بعض شيء من الصح، لكن بدون ما اجرح في اي حد تاني. البابا طاووس دائما وفي كل عظه دايما بيتكلم عن اننا شخص واحد. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يبحث ويجري دائما عن المواطنة. طبعا في بعض السلبيات زي الولد اللي هو اللي اسمه شنودة ده، اللي اهاليه لقوه في الكنيسة، والولد ده كان شبه لقيط، وعشان الراجل والست دول ما بيخلفوش، فحد من قرايبه راح وبلغ الشرطة وخد الولد ده وقالوا ان ده باعتباره ان هو ملوش اب والام فهو لقيط، فاعتبروه ان هو مسلم الفطرة وخدوه من الاب والام اللي قعدوا 4 سنين يربوا فيه وحبوه وكل الكلام ده. في سلبيات، في حاجات كتير قوي، في اشياء ما بناخدش حقنا فيها، لكن على وشه اللي قطعوا ثيابه ولعبوا عليه قرعة، اللي تحمل الألام وتحمل العذاب وتحمل كل شيء وتحمل الكلام المهين، وقالوا عليه إنه هو رئيس الشياطين. مين أنت؟ يعني ملك الملوك لما قالوا عليه أنت بعلزبول أنت، وبرغم إنه هو كان بيشفي المرضى، وبرغم إنه هو كان بيقيم الموتى، وبرغم إنه هو كان بيعمل حاجات عظيمة وحاجات جميلة جدا جدا جدا، أمر طبيعي إن يتقال علينا كل الكلام دوت، يعني فاهم ازاي؟ لكن بمحبتك، بامانتك، بدنيتك، بقراءتك الكتاب المقدس، بانك يعني تعيش الوساطه الروحيه، لما يكون حد شايفك ان انت انسان صادق وامين وصح في كل حاجه بتعملها، طبيعي ان هو هيضطر ويجي يقعد يتكلم معاك ويشوفك انت مين، انت ايه، انت كل الكلام ده. طبعا يا حبيبي انا مش بوعظكم، ولكن ده زي ما بقول بس مباشر، انا حبيت اتكلم معاكم ويعني نتبادل مع بعض في الكلام. انا مش بغلط ابونا القمص زكريا بطرس، ولكن بقول شوف السيد المسيح جه. السيد المسيح ما قالش حاجة، بالرغم ان الفريسيين كانوا والناموسيين كانوا بيتكلموا بطريقة مش كويسة، ولكن ما أهنهمش ولا شتمهم ولا قال لهم أنتم منافقين ولا قال لهم أنتم كذا، كان بيوضح أمورهم ويقول لهم لا في كذا كذا الناموسيين، لا ده في قيامة، في كذا في كذا، وكان بس ما كانش إيه بقى. سيد المسيح كان بيمشي، كان بيوضح الأمور يا جماعة، ده هو الصح، ما اقولش ايه الغلط، لا الصح هو، الصح هو الكتاب المقدس هو. واوضح تعليمات زي ما ناس كتير قوي اتكلمت عن العزة على الجبل، وناس من اخواتنا المسلمين قعدوا يشكروا في العزة على الجبل والايات العظيمة، توبة للمساكين لانهم يتعزون، توبة للفقراء لانهم يرثون ملكوت السماوات، توبة للحزنة لأنهم يتعزون، كل الآيات الجميلة الآيات الحلوة
اتمنى ان يكون البث ده عجبكم، ولو انتوا شايفين البث المباشر افضل واحلى بالنسبه لكم من الفيديوهات، انا مستعد اعمل وانفذ كل الكلام اللي عندي. من كل التعليقات، في بعض التعليقات الجميله والحلوه اللي بتشجعني، وفي تعليقات سريه بهانه وشتيمه، كل الكلام ده ما يهمنيش، لكن كل اللي يهمني ان قناه الملكه والامير توصل لكل الناس، توصل لحاجات كثيره. انا بطلب من ربنا ان يحافظ علينا كلنا مسيحيين ومسلمين، كلنا اخوات، كلنا من اب واحد، ابونا ادم وامنا حواء. يا رب دايما تكونوا باحسن حال واحسن خير واحسن سلام. شكرا ليكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم الخير، ويا رب تكونوا سعداء، ويا رب نكون كلنا عايشين في محبه وسلام، ويجعل اليوم ده يوم جميل ويوم حلو ويوم فرح ويوم سلام. شكرا احبائي واعزائي، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميله. سلام الرب يكون معكم.